لسه راجع من السفر، بس وانا مسافر فقدت رجلي. تعالوا نشوف رد فعل اخواتي كان ايه. ازيك يا اسماعيل يا اخويا، عامل ايه؟ يا محمد عامل ايه؟ ده ايه اللي حصل لرجلك؟ عملت حادثه وخسرت رجلي وكده. يا محمد للاسف انا ما يشرفنيش ان انا اخويا يبقى كده، انت كده هتعرني قدام صحابي. ماشي يا اسماعيل. اول واحد. ازيك يا محمد يا اخويا، عامل ايه؟ جيد الحمد لله. انت عامل اخوك كده ليه؟ انت عايز ايه طب دلوقتي؟ الحمد لله على السلامه. انا لسه راجع من السفر وفقدت رجلي، يعني المفروض تعاملني بطبق احسن من كده. فقدت رجلك كمان؟ وانا لا منك ولا من اخواتك. انا بعت لكم عشان تقول المستشفى، ما حدش عبرني فيه. تاني واحد. ازيك يا فرج، عامل ايه؟ ايه ده يا محمد اخويا، الحمد لله على السلامه. رجعت من السفر امتى؟ لسه راجع من كام ساعه كده وعديت عليك. ايه ده انت مال رجلك يا محمد، ايه اللي حصل لك؟ وانا مسافر عملت حادثه وفقدت رجلي. لا لا الا الله. طب تعالى يا محمد، بيت اخوك مفتوح، تعالى يا عم نقعد مع بعضينا شويه ونشرب كوبايتين شاي وتحكي لي انت عملت ايه في السفر. انت عارف خيرك اخويا، بس انا ورايا مشوار كده هروح الحمام. خلاص ماشي، روح وتعالى انا اخوك مستنيك، بيتي مفتوح لك في اي وقت يا محمد. كنت عايز اقول لك على حاجه. اتفضل. انا رحت لاخواتك الاثنين التانيين بروا مني وكده انت عارف اخواتك يا محمد قلبهم دايما جاحد عليك. انا رايح المشوار وهعدي عليك. انا مستنيك.